دعت وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أولياء الأمور إلى ضرورة توعية أبنائهم حول مخاطر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المخصصة للألعاب الإلكترونية بمختلف أنواعها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب مهندس فوز محمد علي، رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني. مرحبا بك في نشرة الثالثة. إذن حدثينا عن مخاطر استخدام هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال، وما هي أبرز المشكلات المترتبة على ذلك؟ أي نعم، التطبيقات والألعاب الإلكترونية اللي ثبتها الأطفال على أجهزتهم الذكية أو اللوحية من الممكن أن تعرضهم لمشاكل مختلفة في الفضاء الإلكتروني، كالتنمر الإلكتروني، الاستمالة، الغزو الفكري، بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز، وغيرها من المشكلات اللي تطرأ مع تطور هذه التطبيقات السريع، مما يتسبب لإيذاء نفسي للطفل قد يقوده إلى إيذاء جسدي. وما هي طرق تقديم البلاغات عند حدوث استغلال أو ابتزاز لحساب الطفل على التطبيق الذي يستخدمه؟ أي نعم، في عدة طرق لتقديم البلاغات، كالحضور الشخصي لوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بالإضافة إلى الاتصال على الخط الساخن 992، وأيضا التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني cbcu@interior.gov.ph. نعم، في الختام ما هي أهم النصائح التي تودون توجيهها لأولياء الأمور لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني؟ أي نعم، أهم نصيحة أقدمها لأولياء الأمور هي الحوار الدائم مع الأبناء وزرع الثقة المتبادلة، بالإضافة إلى متابعة التطبيقات اللي ثبتها الأبناء على الهواتف والألواح الذكية، مشاركة ولي الأمر اهتمامات الأبناء والتعرف على رغباتهم وميولهم فيما يخص الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، وشيء مهم عندنا التدخل في الوقت المناسب عند ملاحظة أي تغيير في سلوك الطفل وأفكاره وعدم إهمالها، وأخيرا عندنا ضرورة الإبلاغ عن أي مشكلة قد يتعرض لها الأبناء في الفضاء الإلكتروني. نعم، النقيب مهندس فوز محمد علي، رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.